الآن سنتحول مع حضراتكم لنتابع جانبا من لقطات تردنا على الهواء مباشرة في مدن وعواصم مختلفة حول العالم لتظهر هذه الدول قدر التعافي الذي بدأت تظهره على خلفية فيروس كورونا الذي كانت تعانيه هذه الدول بتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة. الصورة من العاصمة الإيطالية روما، من قلب العاصمة الإيطالية روما التي لم تكن تعاني ما عانته مدينة ميلانو مثلا أو إقليم لومباردية ومدن الشمال الإيطالي بيرجامو وغيرها من المدن التي كانت بؤرة انتشار هذا الفيروس وعانت معاناة كبيرة للغاية. لكن على أي حال العاصمة الإيطالية روما التي لعلها تحيي ذكرى من بين أيامها الوطنية وتظهر كذلك تجمعا يبدو واضحا وكبيرا نسبيا لعدد من المواطنين في إيطاليا في هذه الآونة، العلم الإيطالي الذي يحضر في هذه الساحة. الأجواء تبدو مختلفة تماما عن تلك التي كانت تعرفها وتعيشها إيطاليا على مدار الأشهر الماضية منذ مارس تقريبا، وإيطاليا كانت تعيش على وقع إغلاق كلي أو شبه كلي تقريبا في مناطق مختلفة من إيطاليا. العاصمة روما كذلك كانت تعيش هذا الوقع من الإغلاق فضلا عن مدن إيطالية مختلفة، وإن كانت إيطاليا تسرع الخطى نحو رفع القيود المفروضة كان جزئيا ولعلها ستذهب إلى مزيد من رفع هذه الإجراءات والقيود التي كانت مفروضة لمحاولة تطويق واحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. اللقطات من روما ولعلها لن تختلف كثيرا عن غيرها من اللقطات. الصورة الآن تظهر كذلك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وهو في طريقه نحو وضع إكليل من الزهور على قبر الموجود في العاصمة الإيطالية روما في هذه الساحة، وعن يمينه كذلك رئيس الحكومة جوزيبي كونتي. الإجراءات حاضرة أيضا مرتبطة بارتداء الكمامات، مرتبطة بالتباعد الاجتماعي، مرتبطة بالمسافات الفاصلة بين الأشخاص، بين كبار المسؤولين الإيطاليين الذين حضروا هذه المراسم. ما كان لإيطاليا أن تقيم هذه المراسم لولا أنها تدرك أنها بدأت بالفعل تنفض غبار هذه التداعيات السيئة والكارثية. إيطاليا في يوم من الأيام كانت تسجل الأرقام الأسوأ ليس في أوروبا وحدها وإنما في العالم بأكمله. اليوم إيطاليا ومنذ الأسبوعين الماضيين تسجل أرقاما محدودة وقليلة للغاية وصولا إلى أيام ربما تسجل أعدادا لا تذكر من أعداد الوفيات والإصابات، وهي التي كانت في يوم من الأيام تسجل 2000 حالة وفاة في يوم واحد كان رقما كارثيا، أو 1000 حالة وفاة في يوم واحد وكان رقما كارثيا. هذه المراسم التي كانت بحضور الرئيس سيرجيو ماتاريلا وكذلك رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. إيطاليا التي ستكون شريكة في صندوق دعم وإغاثة دول الاتحاد الأوروبي المقدرة بنحو 750 مليار يورو، نحو 250 مليار يورو من هذا الرقم سيكون رقما مرتبط بمنح ومساعدات لا ترد، لن تكون كقروض. الاقتصادات الأوروبية عانت معاناة كبيرة كشأن كل اقتصادات العالم، لكن الاقتصاد الإيطالي الذي كان بالأساس يعاني شيئا كبيرا من معدلات الانكماش ورائحة الكساد الاقتصادي الذي كانت تعانيه إيطاليا تحول إلى واقع، ولعله واقع يبدو مؤلم للغاية. لكنها على أي حال إيطاليا الآن وقد ودعت هذه الفترة العصيبة والسيئة للغاية التي كانت فيها الشوارع الإيطالية تضيق بجثامين ضحايا فيروس كورونا. اليوم إيطاليا شيئا فشيئا تذهب نحو استعادة الحياة بنمطها المعتاد. مسابقات كرة القدم في إيطاليا وتحديدا الدوري الإيطالي وكأس كرة القدم ستستأنف وفق ما تم إعلانه من قبل وزير الرياضة الإيطالي ورئيس الرابطة الإيطالية لكرة القدم. هذه إذن اللقطات التي نتابعها من قلب العاصمة الإيطالية روما والأعلام الإيطالية التي ترسم بالطائرات والمروحيات النفاثة التي تحلق فوق ارتفاعات منخفضة في قلب العاصمة الإيطالية روما بحضور الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي.
ريبارتو دونوري. الصورة إذن التي نتابعها مع حضراتكم على الهواء مباشرة كانت للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في الذكرى 74 للجمهورية، يوم الجمهورية في إيطاليا. والرئيس سيرجيو ماتاريلا كان له حديث قبل يوم من هذه الذكرى بالأمس، كان يتحدث عن ضرورة استعادة الروح الوطنية لتجاوز ما أسماه الكابوس العالمي. هذه الصورة كانت قبل لحظات كما كنا قد أشرنا للرئيس سيرجيو ماتاريلا ولرئيس الوزراء جوزيبي كونتي. وعلى إيطاليا كما يقول سيرجيو ماتاريلا أن تستعيد هذه الروح التي كانت حاضرة في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتكون حاضرة لتجاوز آثار الكابوس كما يراه سيرجيو ماتاريلا ويراه العالم بأكمله، ويمني الكل نفسه بأن تمضي هذه الأيام سريعا وألا تكون إلا جزءا من الماضي. هذه اللقطات التي تأتي على من العاصمة الإيطالية روما وتظهر هذه الأجواء الاحتفالية، وإن كان فيها قدر من الاحتشام بحكم التداعيات التي لا تزال جارية لفيروس كورونا المستجد. وإيطاليا كانت وكما كنا قد أشرنا من بين أكثر الدول تضررا في أوروبا وفي دول العالم حتى بأسره، لكنها على أي حال قدمت نموذجا أيضا نموذجا جيدا في التكاتف وفي التضامن في التعامل مع هذا الفيروس. وإن كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي كان له تصريح قبل 3 أيام يقول إن هذه الأزمة أزمة فيروس كورونا ألقت بظلال وخيمة على بلاده وأنها أظهرت هشاشة المنظومة الصحية في إيطاليا. الكل سيقدم دروسا وكشوف حساب لما قدمته هذه الدول في أعقاب وعلى وقع هذه الأزمة، الأزمة الكبيرة، أزمة فيروس كورونا المستجد. العروض الجوية التي لا تزال في سماء العاصمة الإيطالية روما احتفالا بيوم الجمهورية في إيطاليا.